قال رحمه الله: شروط صحة الطواف 11 شيئا: النية، الإسلام، العقل، دخول وقته. نعم، النية، النية شرط في جميع العبادات، والإسلام كذلك لا يسمح أصلا بالدخول إلى مكة لغير المسلم، والعقل لأن المجنون لا يعد عمل لأنه لا نية له. قال دخول وقته، هذا بالنسبة للحج، أن الطواف لا يكون إلا بعد عرفة، طواف الحج اللي هو طواف الأكبر لا يكون إلا بعد عرفة ولا يكون إلا بعد منتصف الليل، فلو طاف قبل ذلك الوقت لا يصح هذا الطواف وكأنه ما طاف، فهذا معنى قوله دخول وقته بالنسبة للطواف الأكبر. نعم. قال: ستر العورة، اجتناب النجاسة. نعم، ستر العورة واجتناب النجاسة قالوا لأن الطواف بالبيت صلاة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف في البيت صلاة إلا إن الله أحل فيه الكلام، فمن هذا اشترطوا ستر العورة واشترطوا الاجتناب النجاسة، وسيأتي اشترطوا أيضا الطهارة، فستر العورة شرط لصحة الطواف، والمقصود بالعورة عورة الصلاة أي من السرة إلى الركب بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة جميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين على خلاف، خاصة إذا كانت محرمة فنعم الوجه والكفان تظهرهما. قال واجتناب النجاسة، كذلك اجتناب النجاسة شرط، بل لابد أن يطهر البيت ولو بغير طواف، وأوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يجب تطهير البيت، لا يجوز إدخال النجاسة إلى بيت الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الطهارة من الحدثين، تكميل السبع. نعم، الطهارة من الحدثين شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم، طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، الحدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو بقية الأحداث كالبول والغائط وخروج المذي وغيره، فيشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف تطهر صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذاك قوله المبين لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد، الرواية الثانية عن أحمد، أنه يصح الطواف ولو بغير طهارة، يصح الطواف ولو بغير طهارة، خاصة الحدث الأصغر، أنه يصح الطواف الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا، قياسا على الحيض، ومنعت عائشة إلا تطوفي قالوا والجنابة قريب من الحيض لكن الحدث الأصغر دونه. فذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام تيمية إلى أن الطواف يصح حتى لو كان محدثا، وأما حديث الطواف في البيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام ضعيف لا يصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كون النبي تطهر فلا يختلف أحد في هذا أن النبي تطهر لطوافه صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام هل هو شرط بحيث أن من طاف يقال يطوافه باطل وبالتالي يعني حجه لا يصح أو لا، هذه خلافية خاصة مع شدة الزحام الآن قد لا يتهيأ للناس ذلك، أحيانا لا تستطيع أن تدخل المسجد أصلا، فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحتاط ولا يطوف إلا طاهرا، وإذا انتقض وضوءه خرج من الطواف وجدد وضوءه ثم أكمل طوافه إما من الحجر يعني يلغي ما طافه في هذا الشوط أو من المكان الذي قطع فيه طوافه، على قول أنه شرط فيعيد من البداية يبدأ سبعة أشواط جديدة كانتقاض الطهارة في الصلاة، لا تكملها إذا انتقض وضوءك وإنما تعيد الصلاة من أولها، فالقصد أن الإنسان يحرص على أن يتطهر للطواف،
لكن لو قدر أن الإنسان تغض وضوءه أثناء الطواف خاصة مع شدة الزحام فلو طاف إن شاء الله يكون طوافه صحيحا، ولكن أوجب عليه أحمد وأبو حنيفة الدم، عليه دم، يعني كأنهم يرون أنه واجب أن يتطهر الإنسان لطوافه، لا يصل إلى أن يكون شرطا ولكنه واجب، فيلزمون من طاف بغير طهارة بدم، يعني يذبح شاة مقابل هذا الفعل وهو أنه طاف بغير طهارة. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه يشترط، وهذا مذهب أحمد أنه يشترط الطهارة للطواف، ومذهب مالك والشافعي. نعم. قال تكميل السبع. نعم تكميل السبع، فلو طاف الإنسان أقل من سبع لا يصح طوافه، لا يصح الطواف حتى يطوف سبعة أشواط، سبعة أشواط، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر الأسود. نعم. قال جعل البيت عن يساره. كما هو الحال اليوم، كل الناس يطوفون البيت عن يسارهم، لو واحد طاف بالعكس وجعل البيت عن يمينه قال لا يصح طوافه، طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وما طاف إلا هكذا صلوات ربي وسلامه عليه. قال كونه ماشيا مع القدرة. نعم هذا أيضا شرط عند الحنابلة، أن الإنسان يمشي إذا كان قادرا، إذا كان عاجزا الأمر في سهالة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة وكانت مريضة أن تطوف من خلف الناس على بعير، أذن لها بذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام فيما إذا كان الإنسان ليس فيه بأس ويستطيع أن يطوف ماشيا لكنه طاف راكبا، سواء كان يركب دراجة أو يركب محملا يحملونه يمروا يطوفون به، أو أي شيء على دابة مثلا يطوف، فعند أحمد أنه لا يصح طوافه لأنه لا بد أن يمشي في طوافه. والرواية الثانية عن أحمد أنه يصح الطواف إذا ركب حتى لو كان بدون حاجة، أنه يصح الطواف، ولكن الأفضل أن يمشي، وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب على دابته صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا لعله أراد أن يرى الناس كيف يطوف كيف يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يراه الناس لا يكون وسطهم وإنما يكون مرتفعا عنهم، فقالوا هذه حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الصحيح أنه لا يشترط المشي للطواف، وإن كان هو الأصل، الأفضل أن يطوف ماشيا. نعم. قال الموالاة بين الأشواط السبعة فيستأنفه لحدث فيه أو لقطع طويل، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. الموالاة بين الأشواط يعني لا يترك مدة بين شوط وشوط، يعني ما يصير يطوف ثلاثة أشواط ثم يجلس يتحدث مع صاحبه ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة ثم يكمل مثلا، قل لا هذه ما هي موالاة، لابد أن تكون الشوط بعد الشوط الشوط بعد الشوط وهكذا، هذا هو هذه الموالاة، لا يفصل بين الشوط وشوط بمدة زمنية، إلا استثنى المؤلف هنا ثلاثة أحوال، إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة فإنه له أن يقطع، أنه ستقام الصلاة لا ما في مجال يطوف أصلا فيقطع ثم يبدأ من الحجر، لأن هذا الشوط لا يعتبر قالوا، فيعيد هذا الشوط يبدأ من الحجر. والثانية إذا أقيمت صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة وإن كانت غير واجبة عليه، لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض كفاية وقام بها آخرون فيكفونه، لكن إذا كان يريد أن يصلي على الجنازة فقالوا لا بأس، لأن القطع يسير، صلاة الجنازة ما تأخذ ثلاث دقائق، فقالوا القطع يسير فلا مانع أن يصلي على الجنازة ثم أيضا يبدأ من الحجر الأسود. الحالة الثالثة إذا انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه وإذا يجدد فإنه يخرج ثم يعيد، لكن هنا يستأنف من جديد، يبدأ من جديد. إذا كان هذا القطع لتعب، من شعر بالتعب
خاصة كبير في السن أو مريض أو في عنده مشكلة في المشي وكذا، فهذا ولو ارتاح مدة طويلة يكمل، لأن هذا لا يمكن أن يكمل سبعة أشواط متصلة، فهذا معذور بمرضه أو كبره أو عجزه، فإنه لا مانع أن يقطعه وإن كانت مدة ولو طالت هذه المدة، لأن هذا عاجز عن أن يتم سبعة أشواط متصلة.